السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده إن شاء الله هنحل مع بعض المسألة التانية من مسائل Combined IR and NMR Structure Problems. ياريت تشوف فيديو الانترودكشن قبل ما تكمل معنا الفيديو ده علشان تبقى فاهم كل الكلام اللي هيتقال. خلينا نشوف المسألة. المولوكيولار فورمولا C4H11N، وده الـ IR Spectrum، وده الـ Proton NMR Spectrum. هنبدأ بحساب الـ Index of Hydrogen Deficiency، عدد الكربون ناقص نص عدد الهيدروجين زائد نص عدد النيتروجين زائد واحد، هيطلع الناتج 0، يعني مفيش أي دبل بوند أو رينج في الاستراكشر ده. هنلاقي كمان إن الفورمولا فيها 1 نيتروجين أتوم. طبعا النيتروجين دي ما ينفعش تكون نيترايل لأن الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي بيساوي 0، وبرضه ما ينفعش تكون نيترو لنفس السبب، بالإضافة إن مفيش أكسجين في الفورمولا. طبعا كان ممكن نستخدم الـ IR Spectrum علشان نستبعد النيترايل والنيترو، بس أنا حبيت أوضح أهمية المولوكيولار فورمولا والمعلومات المفيدة اللي ممكن نستنتجها منها. بعد ما استبعدنا النيترايل والنيترو، أكيد النيتروجين دي موجودة في صورة أمين. طيب هل الأمين ده برايمري ولا سكندري ولا تيرشري؟ علشان نعرف نوع الأمين هنروح على طول للـ IR Spectrum ونبص على المنطقة اللي بتظهر فيها الباند بتاع الـ NH عند 3300 سنتيمتر ماينس 1، هنلاقيها فاضية ما فيهاش أي باندز، يبقى أكيد ده تيرشري أمين. علشان نعرف الـ 3 groups الـ attached للنيتروجين هنروح للـ NMR Spectrum، نعمل integration للسيجنال الأولى والتانية والتالتة، هنلاقي الريشيو 1:3:1.5، ونضرب في 2 علشان نتخلص من النص، هيطلع عندنا 2H و6H و3H. خلينا نبدأ بالـ 6H singlet، دي معناها إن عندنا 2 equivalent methyl groups ومفيش جنبهم protons، يبقى أكيد دول directly attached to nitrogen atom. وليأكد لنا ده كمان الكيميكال شيفت بتاع السيجنال عند 2.2 بارت بير مليون، وده مكان ال CH3 اللي جنب النيتروجين. باقي عندنا 3H triplet و2H quartet، يعني ethyl group، وطبعا ملهاش غير المكان اللي فاضل، وكده يبقى الاستراكشر كمل. يلا نعمل تشيك على الخمس حاجات اللي قلنا عليهم. اولا number of atoms، عندنا 4 كربون و11 هيدروجين وواحدة نيتروجين، تمام زي الأعداد الموجودة في الفورمولا. ثانيا لو جمعنا البروتونز اللي موجودة في الانتجريشن بتاع الـ NMR signals 2 و6 و3 يطلع 11 بروتون زي اللي في الفورمولا. ثالث حاجة الـ Index of Hydrogen Deficiency بيساوي 0، وفعلا الاستراكشر ما فيهوش أي دبل بوند أو رينج. بعد كده نعمل assignment للـ IR bands، مفيش حاجة ندور عليها في الـ IR Spectrum غير الـ C single bond N عند تقريباً 1160 سنتيمتر ماينس 1، وكمان هنلاقي كل الـ CH bands قبل الـ 3000 لأن كل الهيدروجين الموجود في الاستراكشر attached to SP3 carbon. وآخر حاجة هنعمل assignment للـ NMR signals. الـ 3H triplet اللي عنده 1.1 بارت بير مليون بتاع الـ CH3D، وال 6H singlet اللي عند 2.2 بارت بير مليون بتاع مجموعتين المثل دول، وال 2H quartet اللي عند 2.3 بارت بير مليون بتاع ال CH2D. وهنلاحظ ان الكيميكال شيفت بتاعها قريبه للكيميكال شيفت بتاع سيجنال ال 6H لان ال CH2 هي كمان جنب النيتروجين. وبعد ما اتاكدنا ان كل حاجه تمام نقدر نقول ان حل المساله دي هو N و N dimethyl ethylamine. متشكر جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.